ماتش الأردن أنا عارف إن أنت عندك أرقام فيه، بس بشكل واضح كده سلبياتنا إيه في الماتش ده وإيجابياتنا إيه، وبعدين ناخد الأرقام اللي معاك. انا وجهة نظري سلبياتنا ان احنا بدأنا غلط، تمام، بدأنا يعني تشكيل طبعا وطريق اللي هو ايه التشكيل الغلط مروان لا يعني انا يعني وجهة نظري ان طالما احمد سيد زيزو موجود لازم يكون بيلعب على الناحيه اليمين، ما تقفلش الراجل ناحيه الشمال لان هي مش عدلته. احنا بنقول ان الراجل بيعلم ناس، لكن عدلتي ودي لك احسن فين؟ هنا في الناحيه اليمين، بدليل ان اول ما زيزو راح على اليمين بدأ العرضيات تشتغل على طول، فراجل صنع جون وعمل كره تانية لحسين فيصل، فما فيش 10 دقايق هو نقله في الظبط في الدقيقه 28. صحيح. وانا كنت اتمنى التدخل، انا عجبتني جدا السويتش ما بين الونش وياسين، بس كنت عايزها بدري لان انت ياسين اتفرم في الفتره دي الحقيقه، وعمر كمان وعمر كان برضو مضغوط بالظبط. فانت النهارده عمر على طول بيطير، عمر لعيب جناح اصلا ولعيب عنده قدرات هجوميه، فطول الوقت بيطير مستني الكره تتلعب له عشان يكمل. فانت النهارده طاير المثلث بتاع مصطفى فتحي، عمر كمال عبد الواحد، احمد ياسين، ما كانش عنده التناسق الدفاعي. يعني احنا النهارده مصطفى ما بيرجعش يأدي ادوار دفاعيه كويسه في الماتش ده، عمر طاير، فعندك مشكله. فكان اوتوماتيك عمرو السوليه بيروح عليهم، او لو السوليه طلع يضغط فانت ظهرك مكشوف. والحقيقه صحيح. عدنان حمد كابتن، عدنان حمد مدير فني كبير ومدير فني فاهم، فراح بلعبه كله ناحيه الشمال بتاعتهم وناحيه اليمين بتاعتهم مع اول هزه بالظبط. هو شاف الكره الاولانيه بدات تتكرر، لقى في مساحه كمان كبيره ما بين وقفت احمد ياسين وقفت عمر كمال عبد الواحد، فبقى على طول اللعيب المهاجم يخش ياخد واحد منهم ويبدا التاني يتحرك لجوه عشان يشوط. فبالتالي انت كان عندك مشكله كبيره جدا، عندك فجوه ما بين نص الملعب، ودي ما كانتش بتحصل في منتخب مصر الفترات اللي فاتت، كان دايما الفريق خطوط قريبه من بعض، دايما لما بتضغط اللعيبه بترحل، لكن الجبهه اليمين كان فيها مشكله. خلاص اكرم راجع، اكرم راجع، وان شاء الله يا رب حجازي بيقول ان هو بدا يتمرن يعني. فهتبقى ان شاء الله باذن الله في ماتش تونس الدنيا راجعه لطبيعتها دفاعيا يعني. فدي كانت اكبر سلبيه بالنسبه لي، انت بدات غلط، خسرت وقت كتير، كان عندنا توفيق ان احنا ما استقبلناش جون تاني، بعدين بدات ترجع للجيم بعد الاداء التصدي الغير عادي لمحمد الشناوي بصراحه طبعا. في كره يعني الكره اللي في المقص لو قعد 100 مره يشوطها مش هيشوطها بالشكل ده، الكره لفت لفه ويعني وجايه في وش رجله مظبوط وبقوه رهيبه. هو يمكن منتخب الاردن كل تسديداته كانت موفقه جدا، والتسديده الاصعب اللي كانت في القائم والعرضه دي خلاص يعني، ما كانت قصدي يعني اللي محمد اتحرك عليها وصدها، لكن دي كانت من عند ربنا سبحانه وتعالى. من عند ربنا بقول لك كان الحمد لله كان معانا توفيق، ودي نقطه مهمه جدا. وبدات ترجع بقى في الجيم، بدات وتوفيق الاكبر ان مروان قدر يسجل لك جون التعادل قبل الماتش يخلص. فطلعت الدنيا تمام، شوت زي ما بيقولوا شوت للنسيان، الحمد لله كنا وحشين جدا، دخل فينا جون وربنا سترها وتعادلنا. الشوط الثاني الحقيقه انا كنت شايف رد فعل بقى كبير جدا لمنتخب مصر، لعبنا جيم بتاعنا، خطوطنا قربت طبعا، خطوطك قربت من بعض، بدات تضغط، وبان للماتش الثاني على التوالي ان منتخب مصر واقف على رجله بدنيا. يعني انت حتى مجيد بوجره مدرب منتخب الجزائر بعد الماتش بتاع الجزائر قال ان منتخب مصر تفوق علينا بدنيا. فالحقيقه احنا واقفين على رجلينا بسم الله ما شاء الله بدنيا، وفي ماتش الاردن بان جدا ان في فرق كبير بيننا وبين بعض، الفريق كله اتزق لقدام وبقى بتضغط ولعبت لعبك العادي، زيزو ناحيه اليمين وبدا الاداء يتحسن. والحقيقه انا بدي كريدت كبير جدا يعني واجاده واشاده باحمد فتوح بصراحه. طبعا حاجه ممتازه، هايل يعني هايل الحقيقه. انا شايف ان فتوح الونش السوليه الثلاث لعيبه دول هم الابرز في المنتخب خلال البطوله، اعتقد من وجهه ان هم كمان لعبوا الماتشات كلها وتحملوا عبء غيابات وايقافات وحاجات كده واصابات، فكان ادائهم كبير جدا. فكانت الجبهه الشمال بتاعتنا شغاله كويس جدا، والجبهه اليمين الناحيه الثانيه شغاله كويس جدا من عند زيزو، فبالتالي رجعت قدرت تتحرك لعيبتك. بقى عندك مشكله ان النهارده اللعيبه احنا بيعمل تريكه كويسه جدا ان هو دايما اللعيبه الثمانيات دي تخش في المساحه اللي هي ما بين الباك والمساك دي يا شادي، لو ما بين الباك ليفت مثلا والمساك، بتقوم مدخل اوتوماتيك الباك لجو عشان تفضي ناحيه اليمين، فيقدر يتحرك زيزو الناحيه دي، ونعكس الناحيه الثانيه ان الراجل اللي على الشمال مثلا حسين فطر يخش فيفضي مساحه كبيره جدا لاحمد فتوح. فالراجل رجع في الجيم ودي نقطه كويسه جدا. الاهم بقى ان انت بعد كده التغييرات اللي خلصت كلها تغييرات احمد رفعت طبعا. حقيقه تغييرات احمد رفعت فرقت معانا كتير جدا، وكانت من الايجابيات بقى ان انت رغم ان انت عندك اصابات كتيره لكن عندك لعيبه بتنزل تصنع فرق. واحنا كتير مننا قالوا لا ده كان رفعت لازم يبدا بدري. صحيح. صراحه احمد رفعت نزل عمل ماتش كان لازم يبدا بدري الحقيقه، ده وجهه نظرنا. او كمان يعني ينزل قبل الشوط الثالث يعني، كان رفعت كان محتاج ينزل في الثاني لان انت كان ممكن تخلص في الشوط الثاني. تغيير حسين فيصل كان هو اللي المفروض ينزل، انا اعتقد كده يعني او انا كنت شايف ان مروان يطلع بدري وشريف ينزل يلعب مهاجم واحمد رفعت ينزل يلعب ناحيه الشمال، فكنت بالظبط كان هيبقى عندك كثافه هجوميه كبيره جدا، لان كمان رفعت عنده حلول يعني عنده حلول بيعرف يرقص كويس جدا،
وهو رفع براس على اليمين وتلاقي على الشمال الاوفر طالع بالمسطره. يعني صحيح. منتخب مصر في البطوله دي عنده احمد سيد زيزو بيرفع كويس جدا من على اليمين، عندك احمد رفعت بيرفع كويس جدا من على الشمال. صحيح. فدي ميزه كبيره جدا. طيب.